نستقبل بقى مع حضراتكم توني شوماخر، طبعا اسطوره الكره الالمانيه وحراسه المرمى الحقيقه على مدار فتره طويله جدا، ومش بس في المانيا الحقيقه، يمكن واحد من اهم الاسماء في عالم كره القدم على مدار الاجيال المختلفه في طبعا حراسه المرمى. توني شوماخر، اهلا بيك على شاشه الاهلي، وبشكرك طبعا على وجودك معنا في السادسه. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا بكم. توني شوماخر، هبتدي مع المنتخب الالماني، وازاي شفت وتابعت خروجه على ايد انجلترا من بطوله اليورو، وهل بالنسبه لتوني شوماخر ده كان امر متوقع ولا كنت منتظر من الالمان ماكينات الالمانيه انها توصل لابعد كده في البطوله او تنافس على اللقب؟ بكل تأكيد لقد تحدثت مع عائلتي وأسرتي بالأمس قبل المباراة. أعتقدنا أن الألمان، الفريق الألماني سوف يواصل وينتقل، ولكن خيبة أمل ما حدث، لم يكونوا على المستوى المتوقع، ولا كان لابد عليهم أن يخسروا من الفريق الإنجليزي أو من الإنجليز. لقد رأيت السويسريين وما فعلته، لعبوا بروح كبيرة وبروح الفريق وبقوة وعزيمة، وفازوا بالفعل وتخطوا هذه المرحلة. هذا ما كنت لا أتوقعه من المنتخب الألماني. من وجهة نظرك، كتير كانوا متفقين أن المجموعة في دور المجموعات، المجموعة اللي وقع فيها المنتخب الألماني هي مجموعة نارية، ورغم كده شفنا ثلاث منتخبات من العيار الثقيل بتخرج في خلال 48 ساعة. البداية كانت البرتغال، ثم خروج فرنسا، ثم خروج ألمانيا. هل ده كان أمر متوقع ولا بتعتبره من مفاجآت؟ وإيه هي أهم أسباب خروج المنتخبات الكبيرة وتألق المنتخبات الصغيرة في بطولة اليورو أو في نسخة اليورو الحالية؟ بكل تأكيد أنا أعتقد الأسباب بالنسبة لي، الفرنسيين لعبوا بكل غرور وثقة عالية، وكان السبب كبير من خسارتهم. بالنسبة للبرتغاليين أو البرتغال، لم يكن لهم عندهم الفرصة الكبيرة بين المنتخب الألماني وفرنسا، وبالنسبة لي خروجهم المبكر شيء متوقع بالنسبة لي. أما الفريق الألماني لم يكن على هذا التوقع بالنسبة لي، كنت متردد هل هذه مفاجأة أم لا، فأعتقد أننا لم نؤدي بالشكل المطلوب للأسف. عندما نرى أن بكل تأكيد كان لدينا فرصة للعبور والتواصل إلى الدور القادم، ولكننا للأسف خرجنا لأننا لم نكن على كامل العزيمة والقوة وروح الفريق. هذا ما رأيته من فريقنا للأسف. بالمناسبة خليني أسألك، هل بتعتبر الخسارة من إنجلترا مجرد خسارة مباراة أو خروج من بطولة اليورو، ولا بتعتبرها نهاية مرحلة يواكيم لوف مع المنتخب الألماني وبداية مرحلة جديدة يجب فيها التغيير أو تطوير الفكر والأداء الماكينات الألمانية؟ بكل تأكيد لوف إنه 15 عام مدرب للمنتخب الألماني والمكانات الألمانية. أعتقد أن خروجنا في هذه المرحلة أمام الإنجليز هو خروج مبكر فعلا، وكنت لا أتمنى ذلك. هانزي فليك سوف يأتي كخليفة لوف، هو مدرب المنتخب، مدرب بايرن ميونخ، حقق إنجازات كبيرة الموسم الماضي، 7 بطولات. هو سوف يكون عليه حمل كبير، هانزي فليك نحن نثق فيه، إنه شاب صغير مقارنة بلوف. لوف كبير في السن، فوق 60 سنة، ونثق في هانزي فليك. سيحدث تغيير بكل تأكيد.